في حدث عالمي ومميز، ومن العاصمة المصرية القاهرة، إعلان مملكة البحرين. هذا الإعلان الذي يعبر عن فكري وفلسفتي جلالة الملك المعظم، والذي يحمل العديد من المبادئ، منها التعايش والتسامح الديني. أهمية اليوم تدشين إعلان مملكة البحرين من مصر، ماذا تعني هذا الشيء؟ طبعا رسالة بليغة، أنه اختيار القاهرة ومصر كأول دولة وعاصمة عربية إفريقية يتم في هذا الإعلان والاحتفاء به، خصوصا أنه ده بيتزامن مع 50 سنة من العلاقات الدبلوماسية المصرية البحرينية. ونفس الرسالة اللي بيتضمنها الإعلان من إعلاء قيم التسامح والتعاون والتضامن، ورسالة قوية من البحرين للمجتمع العربي. وإعلان دعوة إلى السلام والتعايش السلمي وإلى كل ما يحقق إلى مسألة اللي هو التعايش السلمي بين الأديان والطوائف، والدعوة إلى الحياة المسالمة بين جميع الشعوب. بنشيد جدا جدا باختيار دولة البحرين لجمهورية مصر العربية كأول دولة عربية وأول دولة في أفريقية لاختيارها لتدشين الحملة، اللي هي محتواها إن دولة البحرين دولة آمنة شبه مصر جدا جدا، بيتميزوا بصفات قريبة جدا من ناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية. الفكرة بتاعة تدشين الحملة دي فكرة ممتازة جدا جدا، محتواها الإخاء والتسامح وكل الصفات الجميلة اللي أتمنى أن هي تكون في كل الدول العربية، وإن شاء الله بإذن الله تكون مبادرة محترمة جدا وبداية كويسة جدا، وإحنا معاكم. بداية فخورين جدا بأن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي اليوم يطلق وثيقته من جمهورية مصر. لا ننسى أن العلاقات الممتدة لأكثر من 50 سنة، العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية علاقة كبيرة ووطيدة جدا. مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي أنا أعتقد هو نموذج يفترض أن تحتدى فيه الكثير من البلدان الأجنبية. اختيار القاهرة ده بيجسد المكانة اللي بتحظى بها مصر لدى مملكة البحرين ولدى قيادتها السياسية ولدى جلالة الملك. القاهرة دائما بتحتضن كل خير وكل تقدم عربي وبحريني، وأعتقد أن هذا الإعلان هو بمثابة يعني ده مؤشر لتقدم المملكة، حرصها على إرساء قواعد حقوق الإنسان